مساء الخير عليكم جميعا. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي عمر بيك لطفي، وعن المؤسسين اللي أمنوا بفكرة عمر بيك لطفي، وعن حال الأندية في مصر وقت تأسيس النادي الأهلي. طيب، مهم دلوقتي بقى أننا نركز جدا مع المحاضر الأولى للنادي الأهلي، وحنقراها بدقة شديدة قوي، لأنها المحاضر اللي وضعت أسس ونظام صارم سواء في التأسيس أو في لوائح النادي. الأساس والنظام ده هو اللي خلى النادي الأهلي من البداية يسير وفق قواعد ثابتة انتقلت من جيل لجيل من سنة 1907 ولحد النهاردة، لأن أي شيء طالما اتعمل على أساس قوي لازم يبقى البناء بتاعه قوي، ولو اتحط له أساس ضعيف بالتأكيد هيبقى البناء ضعيف. دلوقتي بقى هنفتح أول محضر من محاضر مجلس إدارة النادي الأهلي في تاريخه، محضر جلسة الأربعاء 24 إبريل سنة 1907. في الوقت ده كان مجلس الإدارة بيسمى اللجنة العليا، يعني لو سمعتوا مصطلح اللجنة العليا تعرفوا على طول إن المقصود مجلس الإدارة. تعالوا بقى نقرأ مع بعض نص أول محضر من محاضر جلسة 24 إبريل 1907. اجتمعت لجنة النادي الأهلي للألعاب الرياضية في الساعة 5:30 بعد ظهر يوم 24 إبريل سنة 1907 بمنزل جناب المستر ميتشل أنس وبرئاسته وبعضوية صاحب العطوفة إدريس راغب بيك وأصحاب السعادة والعزة إسماعيل سري باشا وأمين سامي باشا وعمر لطفي بيك ومحمد أفندي شريف سكرتيرا له. تناقشت في أن يطلب النادي من الحكومة ألا تتصرف في فدانين من الجهة الشمالية للأرض وأن تحفظهما على ذمة النادي، وأخيرا قررت على أنه يكفي أن الحكومة تعد النادي بذلك. ثم تناقشت في أن يطلب النادي مساعدة مالية من نظارة المعارف. وهنا عايزين نتفق مع بعض، أول ما نسمع كلمة نظارة نعرف على طول إن معناها وزارة، يعني لما نقول نظارة المعارف يعني وزارة المعارف، ناظر المعارف يعني وزير المعارف. نرجع تاني لمحضر الجلسة. وأخيرا قررت بناء على طلب جناب الرئيس ألا يطلب النادي أي مساعدة من نظارة المعارف الآن، أن يحضر عزت له عمر لطفي بيك مشروع عقد الشركة حسب اتفاق اللجنة بعد المناقشة التي حصلت في الجلسة، وأن يوقع عزت له عمر لطفي بيك على عقد الإيجارة الذي سيحرر بين النادي والحكومة بالنيابة عن النادي، وأن يرسل كل من حضرات الأعضاء كشفا بأسماء المكتتبين من معارفهم في حصص النادي وعدد حصص كل مكتتب إلى سكرتير، وأن يدفع كل عضو نصف جنيه مصري للبنك المصري عن كل حصة اكتتب فيها، ويكون الإيداع باسم جناب الرئيس، وأن يكفي أن يوقع الرئيس والسكرتير لسحب نقود من البنك، وأن يعين حضرة محمد أفندي شريف سكرتيرا للجنة بما هي شهرية قدرها 6 جنيهات من يوم 8 إبريل سنة 1907 الذي استلم فيه العمل، وأن يحضر سعادة إسماعيل سري باشا خارطة الأرض يبين فيها المحل المناسب لبناء البيت ومحل مواسير المياه. ثم اكتتب جناب الرئيس في 10 حصص من حصص تأسيس النادي، وبعد ذلك انفض الاجتماع حيث كانت الساعة 6:30. ده كان نص أول محضر للجنة العليا للنادي الأهلي.
هندخل مع بعض بقى في تفاصيله والملاحظات عليه. الملحوظة الأولى مهمة جدا، هنلاحظ أن مؤسسي النادي الأهلي ومن اليوم الأول كتبوا محاضر النادي الرسمية باللغة العربية، على الرغم أن في الفترة دي كانت المحاضر في كل المؤسسات بتتكتب إما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، لأن المؤسسين مدركين أن الدور الوطني بيحتم الحفاظ على الهوية، وأول مراحل الحفاظ على الهوية إننا نحافظ على اللغة العربية لغة الوطن، وتكون لغة محاضر اللجنة العليا للنادي الأهلي هي اللغة العربية.